هل المسح على الجبيرة في الغسل من الحدث الأكبر يرفع الحدث كليا أم يلزم غسل ما تحت الجبيرة بعد زوالها؟ يرفع الحدث عما تحته. إذا كان عليه جبيرة على كسر أو ضماد على جرح أو لصوق على جرح ومسح عليه فإنه يرتفع الحدث عما بعده، نعم، عما تحته، نعم. أحسن الله إليك. فإذا برئ ونزع الجبيرة يغسله للمستقبل، أما الماضي لا، الماضي صحيح، نعم.